رحب فيكم أعزائي المشاهدين، وطبقنا الحلو اليوم حيبقى كتير مميز. حنعمل باي التفاح المزخرفة، نشوف مع بعض المقادير. باي التفاح المزخرف، مقادير العجينة 2 3/4 كوب دقيق، ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 1.5 ملعقة صغيرة ملح، 2 ملعقة كبيرة سكر، كوب زبدة مثلجة، 4 ملعقة كبيرة سمن نباتي مثلج، 2 إلى 3 ملعقة كبيرة ماء مثلج. الحشو 5 إلى 6 حبة كبيرة تفاح أحمر أو أخضر، 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون، ملعقة كبيرة برش ليمون، 0.5 ملعقة صغيرة ملح، كوب من السكر الناعم الحبيبات، و3/4 كوب سكر بني فاتح، ملعقة كبيرة دقيق، ملعقة صغيرة قرفة، 2 ملعقة كبيرة زبدة، 0.5 كوب بقسماط أو بسكوت مطحون، خليط التلميع، صفار بيضة، 0.5 ملعقة صغيرة فانيليا، ملعقة صغيرة حليب، ورشة من سكر ناعم الحبيبات. أعزائي المشاهدين، باي التفاح من الأطباق المشهورة جدا. العجينة كتير عندي بسيطة وسريعة. هحتاج مقدار الطحين، هو 2 3/4 كوب من الطحين، وححط معهم ربع كوب، ححط معهم ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. أرجو أنكم تلتزموا بالملاحظة هاي، يعني بدها شوي دقة. وححتاج 1.5 ملعقة صغيرة من الملح. حتقولوا لي منال يمكن نسبة الملح هلا هون كتير أو كميتها زيادة شوي، ولكن هذا أساسي عنا في العجينة، فأرجو أنكم تلتزموا بهالمقدار. يبقى احنا حطينا الملح. هلا إذا عنا أي إضافات تانية، حابين نحط برشة ليمون ممكن مع هالخلطة، ولكن احنا حنحطها في الحشوة. فعندي هون هلا 2 ملعقة من السكر. هشغل الخلاط لثواني بسيطة لتختلط بس هالمكونات، فقط مجرد ثواني بسيطة. وبعد هيك أبتدي أضيف 4 ملعقة كبيرة من السمن النباتي. إذا أنت في مجال تحطوه بالثلاجة قبل بوقت، هو عادة السمن النباتي بيبقى متلج خصوصا، بس إذا شوي المطبخ عندكم حار حاولوا تحطوه بالثلاجة قبل بوقت. وعندي هون الزبدة، تتذكر في بعض الوصفات لما بنقول الزبدة تبقى لينة بنمسكها بنضغط عليها، هذه لا، الزبدة عندنا متلجة. فهالملاحظات زي ما قلنا في بداية الوصفة إنه إحنا بهمنا نحافظ على برودة العجينة، فعشان هيك كل ما كانت عندي الزبدة متلجة كل ما كان أفضل. يبقى عندنا كوب من الزبدة، هشغل هلا لغاية ما أحصل على فتات خبز هيك ناعمة تختلط الزبدة مع الطحين. أثناء التشغيل أنا حبتدي أضيف المي. المي ما بنضيفها كل مرة واحدة على حسب ما العجينة تتجمع عندي، ولكن العجينة ما بديها تبقى طرية، خلوا بالكم كل ما كانت يابسة كل ما كان أحسن. بنلاحظ هلأ لما بنطلع إحنا بالكاميرا عم بنشوف إنه العجينة كأنها مفتتة، ولكن إذا أنا حمسكها في إيدي لما نشوفها هلأ شكلها بتحسوا كأنها لا بدها يمكن مي تاني. لا خلوا بالكم إذا ضغطت عليها بإيدي بلاقيها عجينة صارت متماسكة، فعشان هيك بنقول خلوا بالنا، عشان هيك بنلاحظ دائما إنه لازم ما نحط مقدار المي ونكتر منه ونعتمد على النظر، لابد نعتمد على اللمس العجينة. هلا العجينة ممكن أحطها في قطعة من ورق النايلون أو ورق الزبدة زي ما بترغبوا، هالمتوفر عندكم، وهي تعتبر هلا أصبحت العجينة هلا أصبحت عندي جاهزة. بنلاحظ شفتوا كيف شكلها مفتتة؟ هلا بإيدي أبتدي بس ألمها شوي شوي. بنلاحظ كيف كل ما كانت العجينة ناشفة ويابسة كل ما كان هذا أفضل، وبحافظ على سماكتها بهالطريقة.
هلا بقسمها جزئين لاني انا بدي استعمل جزء للسطح العلوي للفطيره وجزء للقاع، فبخليها بالشكل هذا وبحتفظ فيها بالثلاجه لمده ساعه عشان تبقى عندي بارده وجاهزه للشغل. ممكن اذا حبيت احطها بنايلون، حبيت احطها بالورق، هذا ما في مشكله عندي، هخليها هلا جنبي. ونبتدي نجهز للتفاح. عندي خلطه التفاح، طبعا حنحتاج كميه تفاح منيحه من 5 لـ 6 تفاحات حسب حجم التفاح اللي موجود عندك. فنبتدي نجهز التفاح. ممكن استعمل التفاح الاخضر او اذا حبيتوا نستعمل تفاح احمر او نخلط ما بين النوعين. ونشوف شو الخلطة اللي محتاجينها للحشوة التفاح. هخلي عندي طبق عشان جهز الحشوة كليتها. وعندي هون التفاح، عندي هون كوب من السكر اللي هو ناعم الحبيبات، وثلاثة ارباع كوب سكر بني. هذه كليتها مكونات الحشوة. وهناخذ عصرة ليمون، انا حاخد العصير وحاخد البرش، حبرش شوية ليمون في الاول بيعطيني طعم كتير طيب. برشة هيك شي معلقة صغيرة، ممكن تكملوا الليمونة كلها اذا حبيتوا. وحاخد عصرة ليمون، وعندنا شوية قرفة طبعا اساس عندنا، بس حاولوا ما تكتروا التفاح هون، انا بدي استمتع بطعمه. والقرفة معلقة صغيرة بالكتير عندي كفاية. وححط ملعقة من الطحين، يبقى انا عم بجهز هلا الحشوه الخاصه بالتارت. هذه مكونات خليط التلميع هخليها على جنب. هستعمل اداه تقشير التفاح. هالاداه كثير بسيطه وبتخلي شغلي كثير سهل، بثبت التفاحه بهالطريقه وبدخل الاداه بهالشكل وابتدي اقشر التفاح بهالطريقه. هذه على فكرة الأداة كتير حلوة لأنها بتقشر التفاح وكمان بتقطعه إلى شرائح، فحتشوفوا هلأ شكله كتير بسيط. وبست البيت بترتاح كتير، في ما بتحتاجي تبذلي مجهود في تجهيز التفاح. خلينا أخلصها للآخر. يبقى هلأ مجرد أني أنا بشيل التفاحة بهالطريقة، يبقى هذا الجزء اللي فيه البذور خلاص بتخلص منه. ونشوف شكل التفاحة. زي ما شفنا طريقة تقطيعها كتير بسيطة، هي بتعطيني الشرائح، تبقى بالطريقة هذه كتير لطيفة لأي استعمال إذا حبيتوا بعد هيك تستعملوها. أنا عشان بدي أقطعها إلى شرائح رقيقة، مجرد أني بقطعها بالنص برجع بقطعها هيك، وبالتالي بحصل بثواني على شرائح تفاح في منتهى البساطة والسهولة. هحط هلا التفاح على خلطة الحشوة اللي جهزناها. هلا بحرك كل مكونات الحشو مع بعضها. احنا هون خلطنا السكر البني مع الابيض مع التفاح الاخضر الاحمر حسب ما متوفر عندك من انواع. طبعا الاحمر التفاح الاحمر بيدوب بسرعه، فخلوا بالكم اذا حبيتوا تستعملوا خليط من الاثنين بيبقى افضل. يبقى هالحشوه هلا اصبحت عندي جاهزه، هخليها على جنب ونبتدي نجهز هلا الباي. أنا عندي هون عجينة جاهزة وححتاج قالب، ححتاج نشابة، وححتاج قطعة من السيليكون، أو إذا حبيتوا ورق الزبدة بقدر أستعمله لفرد العجينة. هاخد قطعة العجينة كتير بسيطة الوصفة، وممكن الصبايا يساعدوا ماما إذا حبوا. هرش رشة خفيفة من الطحين، حتى لو انا عم بستعمل السيليكون او المات السيليكون ما في مشكله عندي. هبتدي افرد العجينه، احاول قدر الامكان افردها الى دائره، بس انا طبعا ممكن بعد هيك اتحكم في الموضوع، فما بدي اياكم تكونوا قلقانين. هالزوائد كلها ممكن نتخلص منها لما نيجي ننقلها للطبق. هيك تقريبا نقول انها بحجم الطبق، طبعا ممكن انا اعملها بالنظر وبعد هيك اتحكم في الاطراف زي ما بدي. باخذ العجينه، أخلي الطبق هذا جنبي وأخذ العجينة وبالسيليكون أقلبها على الطبق بهذه الطريقة. هخلي السيليكون جنبي لأنه هستعملها مرة تانية. أبتدي هلأ
أضغط شوي على العجينة لغاية بس ما توصل للأطراف وتكون عندي كل الأطراف عندي هيك متساوية. هاي أسهل طريقة لتبطين طبق الباي. هخلي هلأ جنبي، وإذا تتذكروا في البداية قلنا كيف عملية التبريد المتكرر عدة مرات. مثلا في هاي المرحلة ينصح، إذا طبعا حسب عندك وقت، إنك ترجع تدخلي الثلاجة لمدة نص ساعة ونرجع نكمل الخطوة هذه بعدك. بس إحنا نفترض إنه عملنا الخطوة هاي فحنبتدي نشتغل على طول. هحط هلأ بقسماط أو بسكوت مطحون زي ما بتحبوا، حوالي نصف كوب عشان ياخد السوائل اللي عم تنزل من التفاح. هوزع التفاح، كل ما طبعا لاحظوا كمية التفاح كيف كان عندي كبيرة، حتى لو حطيت واحدة كمان بيستحمل لأنه هذا كله حيدوب. كمية التفاح هذه كلها حتلاقوها أصبحت رقيقة جدا، فمن 5 لـ6 تفاحات 7 تفاحات بمشي الحال، بيستحمل حتى لو عالية شوي كل هذه حتختفي. هلأ هاخد قطعة صغيرة من الزبدة، حوالي 2 معالق من الزبدة، ممكن تقللوا تكتروا على حسب ما بدكم، بس بتعطينا طعم. وأبتدي بس أوزعها هيك على وش التفاح بهالطريقة، مجرد توزيع خفيف. وأشكل السطح. في عنا هلأ فكرتين، إذا حبت ست البيت تعمل فكرة اللي حنعملها، أو تفرد العجينة عادي زي ما فردنا قبل شوي وتغطي فيها التفاح وتقطعها هيك شوي عشان يصير في مجال البخار يطلع، أو تعمل التزيين اللي حنسويه هلا. نرجع تاني بنستعمل السيليكون وبناخد بقية العجينة. هون أنا ما بدي أغلبكم كتير، مش ضروري نفرد العجينة كليتها مرة واحدة عشان يصير عليكي الموضوع كتير بسيط. حناخد جزء بسيط بس، هي حنستهلكها كلها، بس أنا أقصد ما تفردوها كليتها مرة واحدة عشان ما تبقى مرهقة في الشغل. رشة خفيفة من الطحين، وممكن الصبايا يساعدوا ماما في هذه المرحلة. أبتدي أفرد العجينة على خفيف بالطريقة هاي. أوكي. وهلأ أي قطاعة أنا حابة أستعملها لأني أعمل ديزاين أو تصميم على وش الباي بقدر أستعملها. أنا حبيت أخذ هذا الشكل، ممكن تستعملوا قلب، ممكن تستعملوا مربعات، دوائر وتحطوها على بعض. هنشوف مع بعض هلأ الفكرة، عشان هيك قلنا البنات ممكن يساعدوا ماما بهالمرحلة هاي. يبقى حنقطع العجينة بهالطريقة، بواقي العجينة برجع تاني بلمها وبقطعها لأني بدي يعني هحتاج كل مقدار العجينة عشان تتغطى كليتها بهذا الشكل. هبتدي هلأ أرص العجينة بهذا الشكل، واحدة جنب واحدة. طبعا تنسوش انه احنا التفاح عم يعطينا شكل مش منظم، بس هذا كله بيختفي بعد هيك بيصير كله ليفل واحد، فما تقلقوا من هذه الامور. لاحظوا كيف وابتدي اوزع، ممكن اعملها ورق شجر، اعملها قلوب زي ما قلنا، دوائر زي ما بتحبوا. وأكمل هالخطوة لغاية ما أغطي طبعا كل العجينة. وبعد هيك خليط التلميع عبارة عن صفار البيضة، وبالفرشة أمسح على السطح الباي أو العجينة، ورشة خفيفة من السكر اللي هو ناعم الحبيبات على الوش، وهيك بتعطيني لون ذهبي كتير لطيف. بحطها بالفرن. نتكلم شوي على موضوع الفرن. أنا عندي ملاحظة كتير بسيطة، احنا طبعا الطبق اللي حطينا فيه الباي ممكن يدخل الفرن، هذا طبق فرن واحنا عارفين انه ممكن ما في عنا خطورة من ادخاله، ولكن يفضل انه احنا نحطها في صينية اخرى، اي صينية فرن بهذا الشكل. نقول السبب عشان ست البيت ما بدنا اياها تحتار. دائما الباي عشان فيها تفاح، وحسب نوع التفاح اللي عم تستعمليه، لما بينحرق بيطلع منه صوص او سوائل مع الكراميل والسكر، فممكن يبقى مزعج في الفرن. فإحنا بنحط الصينية هذه بس لحماية الفرنك وانت بتشتغلي أو انت بتخبزي هذه التارت أو هذه الباي. ممكن تحطي ورق سيرفر تحتها وبعد هيك تشليه وترميه. فالمهم خلينا نقول ملاحظة على درجة حرارة الفرن. في الأول بحطها لمدة 10 دقائق في فرن مرتفع الحرارة على درجة حرارة 200، عالي جدا، عشان أنا بدي بسرعة العجينة هيك تمسك على بعضها. إحنا حافظنا في كذا مرحلة على برودة العجينة، فما بدي أحطها في نار هادية، فبتلاقوا الزبدة ساحت والعجينة صارت كتير هيك مش مقرمشة يعني.
النار القوية على طول بتخلي العجينة تبقى مقرمشة، الزبدة عندي بتتبخر بسرعة، السوائل في الزبدة، فبتحافظ على تماسك العجينة. بعد هيك بوطي النار على درجة حرارة 170 وبسيب الباي لمدة 40 دقيقة لغاية ما تتحمر هيك ويبقى لونها كتير شهي. في حال حسيته إنه احمر كتير الوش وما زالت الباي مش كتير لسه مستوية من تحت أو لسه بيضة، فيني أغطيها بورق سيلفر عادي على الوش، ورقة صغيرة، لغاية ما يكتمل استوى. وزي ما قلنا في البداية يفضل إنكم تكلوها بعد ما تبرد تماماً. لتجهيز العجينة خلطنا مقدار الطحين مع الزبدة لغاية ما تفتت، أضفنا المي، سبنا العجينة ارتاحت وفردناها وحطيناها في طبق الباي، قطعنا التفاح وخلطنا مكونات الحشوة ووزعناها في الطبق، قطعنا العجينة إلى قطع مزخرفة ووزعناها على سطح الباي.